حق بنا الآن مباشرة على القناة الوطنية الأولى استفتاء 25 جويلية عيد الجمهورية، كذلك احتفالاتنا بعيد الجمهورية. مرحبا بكم الناس الكل. مكاتب الاقتراع ما زالت مفتوحة حتى 10 متاع الليل، سواء التوانسة في تونس ولا جاليتنا المقيمة البرا، حتى 10 متاع الليل امشيوا وصوتوا، اعطيوا رايكم باللي تحبوا، المهم قوموا بواجبكم تجاه تونس. خليني ارحب بضيوفي، ارحب مشينا تو للثقافه، مشيو للثقافه وما ادراك ما الثقافه في تونس. ارحب بالفنان محمد فاضل، اهلا وسهلا، مرحبا بك محمد. يعيش كل فاطمة، نورتنا بوجودك. كذلك ارحب بالشاعر كريم الشراد وايتار مقيم بكندا، مرحبا بك كريم. مرحبا، نورتنا بوجودك. كذلك ارحب بالفنان جميل دلي عمر، مرحبا بك دلي. مرحبا، يعيشك. يعيشك، نورتنا. واتواصل معنا زميلتي ضحى تليق، مرحبا ضحى مره اخرى، شكرا لك، اليوم نهار كامل تعبناك، يعطيك الصحة ومرحبا بك. نمشي ونشوفوا أحوال الطقس مرة أخرى مع زميلتي نورس التليلي. نورس كلماليك تفضل. مرحبا بك ألفا وبزملائنا، أكيد زميلة ضحى وشباب اللي موجودين معاك من خيرة شباب تونس. وتفاعلا اليوم مع المواكبة الحصرية والحينية اللي تأمنها التلفزة التونسية منذ ساعات الصباح الأولى لاستفتاء 25 جويلية، عيد جمهورية مبارك لكل التونسيين، وعاش تونس مرة أخرى حرة أبية. حبينا نتفاعلوا من نقطتنا وكذلك تكون أحوال الطقس حاضرة بالنسبة للناس اللي باش يتوجهوا إلى مكاتب الاقتراع. كما تشوف ألفا مع سيدة مشاهدين، الطقس حار ومشمس على اغلب الجهات، وهذه صوره حينيه وحاليه لتسلسل لصور القمر الاصطناعي. وبالنسبه للرياح الليله ان شاء الله تكون في كما قاعدين تشاهدوا على الشاشه من القطاع الشرقي، ثم تتجه الى القطاع الغربي بالشمال وبالوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب. وعامه الريح تكون ضعيفه فمعتدله، سرعتها من 10 الى 25 كيلومتر في الساعه. وبالنسبه للحراره كما قاعدين تراوا على الشاشه، درجات الحراره باش تكون الليله ما بين 27 الى 30 درجة وطقس صافي، وتزامنا مع أول أيام أوسو درجات الحرارة درجات صيفية مستقرة وأجواء الحمد لله بدأت بنسمات صيفية، وتبدأ اليوم مع استفتاء 25 جويلية. عندك ألفة الكلمة في البلاتو. شكرا لك نورس، يعطيك الصحة. إذا نواصل مع ضيوفي، رحب بك كريم الشراد، مرحبا بك مرة أخرى، تحية من خلالك جاليتنا مقيمة خارج حدود الوطن. أمشي صوت؟ اي صحيح صحيح، يعطيك الصحه حبيب. اي فوالا، حبينا زيد نعرجوا نقولوا الجريده اللي تعيش البرا وموجوده في تونس نجم تمشي تصوت في تونس، مش مربوط كان بالخارج. نمشيو الفقره مصوره تصويت الجاليه التونسيه بالمهجر بامضاء ايمان بوغطايه، ثم نواصل، تفضل. يقبل لليوم الثالث على التوالي الناخبون التونسيون المقيمون بالخارج على مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مشروع الدستور. 298 مركز اقتراع فتحت أبوابها لهم ب 49 دولة. أنا جيت من الليل بعد 300 كيلومتر، مع واحد لازم يقوم بالواجب نتاعو معناتها تجاه الوطن نتاعو. سين دو نوت ديفوار باش نمشيو نقولوا أي ولا لا، وهذاك راينا وراينا ساكونت. حسن التنظيم وحسن الاستقبال من النقاط التي اتفق حولها الناخبون هناك. كل شيء منظم، منظمين وتعدينا نورمال، لقينا رواحنا قدام معناتها الهيئة المستقلة نتاع الانتخابات، مدينا معناتها اثبتنا الهوية نتاعنا وتعدينا، اقترعنا كما يقولوا فيها بكل حرية، معناتها امورنا منظمة. مكتب الاقتراع منظم، نظم برشا برشا بالحق، واحد يلقى روحه بسهوله معناها لاكسي معناها باش يفوتي. وقد فتح اول مكتب اقتراع ابوابه يوم 23 من شهر جويليا على الساعه 11 ليلا بتوقيت تونس في مدينه سيدني باقصى شرق استراليا، ويغلق اخر مكتب اقتراع ابوابه بالخارج يوم الثلاثاء على الساعه 2 فجرا بتوقيت تونس في سان فرانسيسكو اقصى غرب الولايات المتحده. تحية جليتنا التونسية المقيمة خارج حدود الوطن والتابع فينا من خلال القناة الوطنية الأولى. كريم المثقف ودور مثقف، خاصة المثقف المهاجر، عندنا برشا أسماء كبيرة تعيش خارج حدود الوطن، واللي هي تروج للثقافة التونسية والفن التونسي خارج حدود الوطن. صحيح، هذا كلام صحيح، ونجم نقوله هما المراية متاع تونس. وي. الحمد لله، يعني فما
قمم في الابداع يعني في المجالات الكل السمعيه البصريه والموسيقى وغيرها. دونك هذا فخر لتونس والكلهم قاعدين ينشطوا وفي اغلبيه الاوقات يعني ينشطوا على حسابهم الخاص من غير حتى دعم يعني جوست حب الوطن صحيح. هو اللي هو لو برينسيبال موتور والموتيفاسيون الكبيره لهم. انت من بين المنظمين ومشارك في كادونس 3 هذا الحفل الكبير بامضاء الفنان وليد الغربي فما نخبه كبيره من التوانسه لكن فما ميلونج كبير ما بين الثقافه التونسيه والثقافه الامريكيه يظهر لي وغيرها صحيح. كنا صورنا من خلال اهلا تونس الحفل هذايا هو زاد عمليه ترويج للفن التونسي هكا ولا صحيح بالضبط هو نوفيل كادونس يعني كونسيبت من اختراع وليد الغربي. وليد الغربي راهو ماهوش فنان ولا ماهوش عازف. وليد الغربي ثلاثة حاجات: ان كرياتور كرياتور دانسترومون ونجم نقولوا زاد ان شاسور دو تالون. يعني وليد الغربي مانيش انا باش نحكي على المسيره نتاعو. الحمد لله وفقنا ربي يعني عملنا العرض الاول والثاني والثالث. الثاني تعدى البالي اخر اذا لم فيه معناتها برشا فنون سمعيه بصريه كما الرقص كما البانتور كما الشعر كما الموسيقى كما الفن دونك وهذا الكل تركزنا على حاجتين احنا بصراحه اللي هي الحاجه الاولى هي الرساله الفنيه يعني رساله التعايش لو فيفر انسامبل باش نوريو اللي احنا كجالي يعني كمقيمين في كندا وكتوانسه نجم ننتجوا حاجه يعني تخرج رساله فنيه. والحاجه الثانيه هي المحتوى الفني. يعني نتصور خاطر 70% من الكونتوني نتاع نوفيل كادونس 3 هو ابداع. يعني ما خديناش حاجات وحطيناها مع بعضهم ولصقناهم الكل ابداع 70% ابداع. الحفل كان ناجح كريم نتصور الضيوف اللي كانوا حاضرين ماهوش توانسه كهو نتصور حتى فما اجانب وحبوا يتعرفوا على الثقافه الثقافه نتاعنا التونسيه. صحيح. صحيح الحمد لله يعني كانت الجاليه نجم نقول ثلاثه ارباع نتاعها هي كنديه ومختلطه لان كندا يعني فسيفساء نتاع اجناس وحتى الصاله اللي عملنا فيها العرض يعني فما ناس قعدوا خارج القاعه دونك الحمد لله يعني هو كان مبرمج ساعتين دونك العرض تعدى في ثلاثه سوايع وربع كيف فيها العرض العباد الكل قاعدين مازالوا قاعدين يستنوا يصفقوا مازالوا فما امكانيه كادونس 4 ان شاء الله يظل فما 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 خطوط عريضه تقريبا قدره الاله ان شاء الله ان شاء الله كريم يعيشك يعيشك دليل تمام الثقافه هي بالحق هي المرايه نتاع البلاد الثقافه هي معناها حاجه مش سهله حتى تعرف بكل مفاهيمها الثقافه يعني هكا ولا والله هذا اللي نحن ديما نقولوه انه الثقافه هي المرايه نتاع البلاد اي بلاد تحب تنهض معناها بالشعب نتاعها الثقافه تكون هي الاساس لكن هذا ما شفناش في تونس للاسف عانينا لمده سنوات طويله 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 برشا ان شاء الله يا رب يقولوا في المستقبل توصل بالحق الدوله تامن انه الثقافه هي مراه البلاد وهي الساس اللي باش تنجم تطور في البلاد وتنجم تنهض معناها بالشباب وتنجم تبدل برشا افكار معناها موجوده داخل مخاخ معناها بالصغار سورتو معناها وصلنا توا برشا اجرام برشا مشاكل برشا حاجات اللي ما كناش نتوقعوها كي نوصلوا ندعموا الثقافه كي نوصلوا ندزوا الفنان التونسي الفنان بصفه شامله معناها باش تتبدل برشا حاجات اكيد هذا اللي نتمناه يصير للاسف معناها ما صارش مده سنوات طويله اصلا حتى قانون الفنان مش موجود في تونس معناها هذه حاجه بسيطه انه قانون الفنان ماهوش موجود رغم اللي تختلف النقابات فما برشا نقابات فنيه في تونس والله يحرصوا عليه وتحط المشروع طرفة والله هي طرفة ومأساة في نفس الوقت أنا في شخصي معناها حبيت نعمل كارني السي ان اس اس مثلا صب على روحي يدور لي حاجة تفرح البلاد وحاجة باهية ليا أنا عملت دوموند خذيت الكارني بعد 10 شهور علاش؟ باش لازم تتكون لجنة ولازم يحلوا كتاب ولازم أنا أكثر طرفة صارت لي تخيل معناها كفنان نعيش بالليل معناها 8 متاع الصباح يدق باب داري يجوني زوز مندوبي بنات مندوبين من وزاره الشؤون الاجتماعيه. عليه؟ حليت الباب هكا غزروا لي قالوا لي واحده عرفتني بالاسم والاخرى قالت لي الفنان قالت لي دالي عامر. تخيل انت جاوب شي يعملوا جاوب شي يقلبوا على الدار باش يشوفوا اسكو دار ملك ولا كري سالدو ولا شو شافوا كرهبتي قالوا له كرهبتك ولا مش كرهبتك بعد غزروا لبعضهم قالوا كي نحن شنو نعملوا لهنا؟ ايش قلت لهم انا؟ انا نسالكم انتم اش تعملوا لهنا انا تابع وزاره الثقافه انتم اش تعملوا لهنا هذا الكل باش ناخذ كرني باش نصب على روح معناها فما برشا قوانين لازم تتبدل
قوانين في تونس المشكله حسيناها كأن قران معناها. ليه راهو تبدلت الحياه، لازم ميزاجور في برشا ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله دوغينا فون ان شاء الله يا ربي الجاي يكون خير للبلاد ان شاء الله. ان شاء الله نمشي مباشره مع زميلتي مديحه معمري من سالامبو. تفضل مديحه، الكلمه ليك. مرحبا ألفا، مرحبا بليك ولكافة السادة المشاهدين. نحن كما قلت في منطقة كارتاج سالامبو، نسمة طرية شوية ونسمة بحرية في القيلولة هذية. في مكتب اقتراع يحضر معنا السيد عمر النصري باش يعطينا مزيد من المعطيات على سير التنظيم في المكتب هذايا وحسن سير التنظيم. كيفاش ترى؟ مرحبا بكم ساعة التلفزة الوطنية الأولى. بالنسبة لسير العملية عملية الاستفتاء، الاستفتاء كانت بطريقة عادية جدا جدا، لم نشاهد أو نلاحظ لا تجاوزات ولا إخلالات. حبيت نعطي بعض المعطيات حول مركز الاقتراع. هو عدد المسجلين هو 3964 موزعين على 4 مكاتب، كل مكتب يعد 1991. بالنسبة للمركز، هو مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية جيبلوتار كارتاج سالامبو، معتمدية كارتاج، وتابع الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 2. عدد المسجلين لهنا قداش؟ نجمش نحكيه على نسب ولا أعداد الناس اللي سجل هنا قداش كان الإقبال؟ يعني فما إقبال نقوله محترم في هذا الصباح ولا لا؟ بصفة عامة نجم نقولوا اللي من الصباح إلى هذا الحد فما إقبال. عندكمش ملاحظات من عرش أنتم سجلتوها في المكتب هذايا؟ نحيل لك الكلمة. والله الحق كما قلت لك ما عندناش، معناها كانت العملية الانتخابية كانت عادية جدا، ما سجلناش ما يمكن أن نلاحظه كيعطل العملية، عملية الاستفتاء. والحق كانت ظروف عادية وجدا جدا. فئة العمرية اللي لاحظتوها أكثر، فئة شباب، فئة كبار السن، كيفاش؟ عنا متواجدين من جميع الفئات، عنا من 18 إلى 25 سنة، وعنا زادة حتى من 25 إلى 45 سنة موجودين، وعنا حتى أيضا من 45 فما فوق، موجودة جميع الفئات واكبت هذا الحدث. احنا ألفة معنا زادة يحضر معنا شاهد عيان، هو لحسن سير العملية التنظيمية في مكتب الاقتراع هذا. سي عبد الوهاب، انت منذ قليل قبل المباشر كان يحكي لنا كيفاش استقبلوك في وضعيتك انت. مصطفى ابراهيم مرحبا بك. يعيشك يلا. والله انا يعني قمت من معناتها عندي وعكة صحية، خرجت باش نقوم بواجبي كتونسي كواجب وطني. يعني دوما وصلت للمدرسة هنا اللي هي عزيزة عليا برشا، فهمت، لقيت حسن استقبال من رئيس المكتب والعضاء اللي معاه، نظرا لأنه القاعة نتاع الاقتراع في الطابق العالي، واللي أنا معناتها صحية ما نجمش معناتها ما نجمش نطلع على السلم هذا، ما قصروش يا جماعة، ما منعونيش معناتها من أداء واجبي وبحضور معناتها رئيس المكتب وبأعضائه وأعضاء من اللجنة، هبطوا لي معناتها الدفتر وقمت بواجبي الانتخابي. معناتها حبيت نوه بالمجهود اللي عملوه، على خاطر ربما يعني حسيتها برشا في سني هذايا وفي حالتي الصحيه هذايا. وبارك الله فيك. لا باس، مازلت البركه ونحييك على روح المسؤوليه اللي فيك والجانب المواطني اللي فيك، اللي جيت وخرجت في القيلوله في درجات حراره مرتفعه نوعا ما عن العاده، وجاء باش يقوم بواجبه. ان ماذا بينا المواطن يكون مثال ليهم، ونخرجوا الناس الكل ونشاركوا في المحطه التاريخيه هذه اللي تعيشها تونس اليوم. اعيد لك الكلمه ألف. شكرا لك مديحه مباشره من سالامبو، شكرا لك زميلتي محمد. مشيت انتخبت الصباح؟ اكيد. اي يعطيك الصحه، لك الوجب نتاعنا لازم نعملوه، وان شاء الله ربي معنا، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. الف مبروك على اغنيه جديده بنتي، يعيشك يعيشك، اللي حققت معناها رقم قياسي كبير في المشاهده على اليوتيوب، تقريبا عند 10 ايام توم اللي حطت عامله 100,000 مشاهد. الف مبروك محمد كشاب وكفنان، ونعرفوا الفنانين هما سفراء البلاد، اكيد كيفاش تنصح الشباب تو باش يمشيو ويمشيو ينتخبوا؟ مازال الوقت حتى ل 10 تاع الليل. هو برشا ناس قاعدين يحكيوا على فما عباد تحب تقعد في ديارها ما تمشيش، فما عباد تحب تمشي ما تقولش من بعد علاش ما مشيتش، ولا من بعد تقول لا لازمش العبد يكون باسيف، لازم يكون يتحرك يسعى يوري للموقف نتاعو سواء كان نعم او لا. لازم ان نقفوا لبلادنا،
كشباب لازم ما عندناش حلول اخرى، معناها هذاك اللي باش نجموا نضمنوا على الاقل مستقبلنا القدام. وفما اقبال حاليا في التوقعات، الاقبال يقوى حسب الاخبار اللي سمعناها، ومازال قدامنا نهار وما نعرف لي جون يصبحوا راقدين كيف كيف. دونك ان شاء الله من بعد نسمع اخبار به باذن الله. دور المثقف دور كبير كيما دور الاعلام اكيد. بالحق كل واحد من موقعه عنده دور كبير هكا ولا اكيد كل حد لازم يكون اكزومبلير في البلاد نتاعنا. نحاولوا نوصلوا صوتنا كفنان كيما دالي كيما برشا من الفنانين اللي خونا بحثانا زي كيف كيف، نحاولوا نوصلوا صوتنا وان شاء الله الناس كل تكون في المستوى باذن الله. اليوم ان شاء الله نسمع خبير به باذن الله. اكيد كريم كيما قال محمد المثقفين هما دي ليدر البرا، معناها العبيد سورتو الاسماء اللي عندنا البرا، معناها هذه حاجه نتصور تزيدك مسؤوليه هكا ولا صحيح؟ كما هو معروف يعني الثقافه هي مرآة الشعوب، دونك نعتبر معناتها مع كل احتراماتي لكل اصناف المجتمع هي ليليت، يعني المثقفين هما ليليت نتاع المجتمع نحبوا ولا نكرهوا. دونك هما اللي يلزمهم يكونوا القاطره اللي تجبد كيما نقولوا الموتيفاسيون معناتها الانرجي هذيك الباهي اللي تخلي المجتمع يمشي في السنس الباهي. دونك دور المثقف هو دور يعني رئيسي. صحيح، وهو بعلاقه زاده مباشره مع كل الفئات في المجتمع. صحيح. معناها من الكبير للصغير ما عنده علاقه. صحيح. كبيره برشا. ضحى، دور المثقف في تونس، المثقف الثقافه هي مرآه المجتمع. نعرفوا بلدان، فما بلدان كبرت من خلال الثقافه نتاعها واللي تقدم فيها، نجحت في برشا مجالات، اما السياحه والاقتصاد وغيرها وغيرها. اكيد، وزاد الثقافه شامله يعني فيها الفن. بلدان راهنت على الثقافه، يعني هناك حضارات بنيت على من منطلق ثقافي واحنا نعيشوا فيها، مع نشوف في العالم كيفاش وصل الجسر اللي يربط الانسان بالانسان هو هذا المنتوج الثقافي. وكما ثم يعني اشخاص احنا نقولوا عندهم استراتيجيتهم الخاصه، فرد لابد من المبادره الخاصه الفرديه أن الواحد زاد يكون يتميز، لكن في نفس الوقت على الدوله ان تكون لها استراتيجيه واضحه. ويمكن ان نتحدث عن دبلوماسيه ثقافيه، يعني اليوم تجاوز العالم هكا الدبلوماسيه السياسيه يمشي معنا فقط سفير، لا هناك سفراء الرياضه وسفراء الفن وسفراء الاقتصاد، يعني لابد من انه اولا الدوله تكون عندها استراتيجيه ماذا تريد ان تكون في المستقبل. عندما اقول الدوله يعني مش منفصله عن المجتمع، راهو المجتمع كامل بمؤسساته من سلطه سياسيه ومن بقيه قطاعات لازم تكون عندهم احنا نقولوا يكونوا اون سيمبيوز، معناها اون هارموني، شنو يحب يكونوا للمستقبل، شنو يكون يحب دورهم في في هالكون هذايا، اسكو يحب يكونوا هالمجتمع هذا يكون عنده بصمته في هالمحيط البشري اللي داير به، والا يكون يعني هو تجاوز الاحداث. انا نصور بالعكس، عندنا طاقات كبيره في تونس، عندنا شباب كبيرة. فاعل أي. هو قاعد يعتمد على نفسه مما لا شك فيه، لكن كما قلت لك الدوله ايضا لابد تدعم ولابد تكون عندها استراتيجيه واضحه المعالم ماذا نريد ان نكون في هذا الكون. استراتيجيه وميزانيه كذلك. نعم، عندما اقول استراتيجيه لابد من تمويل استراتيجيه، هذا مؤكد. الطاقات موجوده بالكدا، ديجا هنا نصدروا فيهم لبرا خاطر ما لقاوش، لان الارضيه اللي باش نجموا يخدموا فيها ما لقاوش الدعم، ما لقاوش قوانين تسهل. معناها قبيل انت جبت على الدول اللي هي نهضتها كانت ثقافيه. صحيح. شوفوا تركيا. صحيح. احنا من المهازل معناها وصلنا ناخذوا مسلسلات تركيه ندبلجوها بالتونسي. هما مسلسلاتهم والموسيقى نتاعهم وصلت للعالميه. شوفوا جارتنا المغرب لوين وصلت، فنانيها لوين وصلوا. صحيح. نحن وين من هذا؟ خاطر نحن ما نحبوش مثلا تو قبيل على السفراء في الرياضه كمام عندنا شويه سفراء. كي نقولوا اسامه الملول يقبل، نقولوا أنس جابر توا، نقولوا أنس جابر سورتو في الألعاب الفردية كمان. أنس جابر توا وصلت تونس للعالم، ما شاء الله عليها. معناها في الثقافة عندنا بلطي الوحيد اللي عمل الغناية وصلت للعالمية، الناس ولات تعرف تونس عن طريق الغناية هذيك. برشا، لكن للأسف بمجهود فردي، مجهود ما فيهاش الدعم. نحن لهنا في تونس معناها عندنا والله البرا يغيروا منا، من بلادنا. من محلاها بلادنا تونس، فيها المناخ المميز اللي ماناش الخليج اللي نحن نارنا تشعل، ماناش الأوروبي اللي برد مش نورمال. كندا مناخنا حلو برشا، كندا يحكي لك كندا أنا 40 تحت الصفر والأخرين 90 فوق الحمد لله. الحمد لله عندنا اقوى مناخ وعندنا اقوى طقس، واحنا شويه عبيد ان شاء الله يا رب. احنا لازم البلاد تتصلح، لازم القوانين تمشي. بالله يا شباب هاو حتى انا راني فوتيت، نمشي ونتخبوا، نمشي ونتخبوا في البرود. مثال شوكا سايبونا حاطين العشره نتاع الليل في البرود، نمشي ونتخبوا، اعطيوا رايكم لمصلحه تونس ولمصلحتنا نحن كشباب.
شكرا لك دليل. يا سرنا باهي لا 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 عندنا بوكو دانفيتي بالعكس نورتونا اليوم. لا لا نورتونا احنا كل واحد موقعه يشجع باش يمشيوا الشباب يمشيوا وينتخبوا. خليك الكلمه الاخرى محمد تفضل. ان شاء الله ربي معنا وان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله. اليوم كما قال دليل نحن نسعى باش نفوتيو الناس الكل وباش نقولوا للناس اللي قاعده تفرج فينا في التلفزه اللي تو في الوطنيه قوموا ويمشيوا ويصوتوا. ان شاء الله نسمع خبير باهي في اخر النهار باذن الله. نفس المساج يعني جاليتنا سيختو البرة اللي مازالوا مشيوا انا ما نخافش عليهم جاليتنا البرة خاطر يعملوا المستحيلات باش يفما برشا تضحيات تصير والعباد معناتها يحسوا على تونس وطنيين بدرجه كبيره يعني كلمه تونس بركه واحد تحرك له برشا حاجات برا فهمتني دونك المساج نتاعي اللي هو من نوفيل كادونس فيفر انسامبل راهي البلاد هذه تهز العباد الكل وقادره باش تحتوي العباد الكل الفئات الكل فهمتي الكل نتوانسه يد واحده نقفوا لبلادنا دونك نغزروا القدام وعمرك ما تنجم تسوق راه كهرباء تغزر للريتروفيزور صحيح نغزروا القدام نغزروا القدام عندنا تاريخ عندنا حضاره متفاهمين اما نغزروا القدام صحيح كما قالت الاخت ضحى يلزم استراتيجيه صحيح فهمتني يلزم العباد تحط إرادة إرادة يلزم إرادة واليد في اليد. كريم شكرا لك يعطيك الصحة محلي كنت تحكي على تونس ودمعة في عينك محليك حتى من نجم يحس بيكم حتى حد انتم عايشين برا وتعرفوا بالكدا قيمة البلاد شنية وإحنا زادة بلادنا ومعنا كان هي اللي تلمنا. محمد شكرا لك يعطيك الصحة. دالي شكرا لك. تونس يا خضراء يا حارس الأكباد غزلانك البيضاء تلعب على الصياد ولا تونس في القلب تونس تونس الحب تونس يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي تحيا تونس. امين يا رب. شكرا شكرا لكم ضحى شكرا لك عزيزتي. نمشي مع ام السواعد سمر بصوت صبري مصباح ثم نواصل مع ضيوفي تفضل. حق المروج الخضر والبحر والصحراء حق الوفا والصبر والود والعشرة يا مسواعد سوق ومر يا تونس الخضراء المروج الخضر والبحر والصحراء حق الوفا والصبر والود والعشرة حق المروج الخضر والبحر والصحراء حق الوفا والصبر والود والعشرة ما فيك من وديان واد مشر ده ومليان ما فيك من وديان واد مشر ده ومليان لا يوم عنا تهوني يا زينة البلدان لا يوم عنا تهوني يا زينة البلدان يا مسواعد سمر يا تونس الخضراء يا محليك يا تونس محليها بلادي 25 جويليا يوم الاستفتاء امشيوا صوتوا مكاتب الاقتراع على ذمتكم حتى العشاء متاع الليل احنا في بث مباشر حتى ساعتين التصبيح تقريبا 24 ساعة بث مباشر من كافة نقاط الجمهورية التونسية وخارجها كذلك تحية للناس الكل تبع فينا من خلال قناتنا نواصل مع ضيوفي نواصل مع الثقافة وما أدراك من الثقافة حاضر معنا اليوم كل من الفنان المسرحي معز عاشور معز أهلا وسهلا مرحبا بك
بيك وبيك فضل. نورتنا بوجودك معز مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بنعروس. الفنان الجميل سفيان صفته، مرحبا سفيان، مرحبا بيك، نورتنا بوجودك. كيف كيف محمد فريد ولد العزوزية، مرحبا بيك. عيش خلا كل عام وطول صحية بخير. أمين يا رب. ضحى مرحبا بيك مرة أخرى عزيزتي. ضحى تعبناها اليوم نهار كامل بحبنا نورتنا. مرحبا بيك. يعيشك. إذا نمشي مباشرة من قفص من قفصة مع زميلتي عائشة الجمني. عائشة الكلمة ليك، تفضل. نعم، تحية ليك ألفة، مرحبا بك، مرحبا بكل من اختار أن يتابعنا اليوم في هذا اليوم الاستثنائي في متابعة لعملية التصويت على مشروع الاستفتاء. تتواصل بطبيعة بولاية قفص على غير المختلف ولايات الجمهورية عملية التصويت في مختلف مراكز الاقتراع. صحيح لنا سقط حس وطح شوية تو باعتبار أنه قيلولة ارتفاع درجات الحرارة خاصة في ولاية الجنوب كما تعرف ألفة، لكن هناك إقبال ضعيف نجم نقوله على خلاف الصباح اللي شهد هذا المركز المدرسة الابتدائية حي نور بقفصة إقبال مكثف من قبل المواطنين، باعتبار أنه هذا المركز هو أكبر مركز اقتراع بالجهة، يضم أكثر من 8000 ناخب وناخبة مسجلين بالدائرة الانتخابية بولاية قفصة من مجموع 280113 ناخب وناخبة. حول سير العملية الانتخابية منذ الصباح، منذ السادسة صباحا إلى حدود هذه الآونة عفوا، ينضم لنا سي مسعود عانس رئيس مركز الاقتراع، مرحبا بك. إذا وباش تعطينا أكثر تفاصيل حول سير العملية الانتخابية كما لاحظنا وإحنا كنا معكم مصباح، أرقام قاعدة تتطور تقريبا إلى حدود منتصف النهار ونصف الجهة سجلت في حدود 10.55% بالنسبة للإقبال. باش حكينا على المركز نتاعكم هذا وسير العملية بالنسبة لكم. سيرورة العمل مستقلة من الصباح، من 6 متاع الصباح بدأت العملية الانتخابية. الإقبال اللي جايين معناها من الأعمار فوق 45 سنة هما اللي جايين لمراكز الاقتراع بصفة عامة. الإقبال كان معناها نسبيا معناها قوي شوي، شد ضعف بالأخص ما بين 11 ونص النهار إلى بعد ما نص النهار. إلى حد الآن الإقبال ما زال ضعيف شوي، ما ممكن قاربنا، لما قاربنا وصلنا بأسك ل 2000 شخص حاليا معناها انتخبوا معناها حاليا، وما زال الإقبال ضعيف نظرا لطقس سخون برشا في طقس سخون في قفصة، وما زال الإقبال ما زال بشوي بشوي قاعد بوتيرة تصاعدية من الصباح إلى يوم النسي هذا. سنو قلت لي ملي حليت وصباح شفتوا جونا 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 أبائنا وأمهاتنا من الصباح من 5:30 قدام مركز الاقتراع ويستنوا حتى لحل مركز الاقتراع، ربي يبارك فيهم ويشد فيهم. هذوكم هم الفئة اللي بالحق، هذوكم اللي يجوا صباح بكلهم. فئة الشباب ما زال فيها شوية عزوف ونقصان في الانتخاب، أما نتوقع بعد 6. شكرا لك سي مسعود. إذا نواصل احنا في التغطية بالنسبة لنا اليوم لعملية التصويت على الاستفتاء الخاص بالدستور الجديد. فقط حبيت نشير أنه في قفصة عنا 12 مركز اقتراع حلوا في حدود 7 صباحا وباش يسكروا إن شاء الله في حدود 6 مساء باعتبار في مناطق جبلية وحدودية. بقية المراكز باش تبقى مفتوحة إن شاء الله إلى حدود 9:50 ليلا، ويتواصل الإقبال على هذه المراكز من قبل الناخبين والناخبات. شكرا لك عائشة مباشرة من قفصة، يعطيك الصحة. إذا نواصل مع ضيوفي والثقافة. معز، الثقافة وما أدرك ما الثقافة، ونعرفك حياتك كل تضرب البنية على الثقافة خاصة المسرح، أبو الفنون المسرح اللي بالحق علاقتنا كبيرة به، يعني المسرح اللي يوصل للناس منك لي للإنسان طول، لا فما شاشة لا فما حتى شيء، ثقافات مختلفة على المسرح نلقاوها، الناس تجي من مختلف أنحاء العالم باش تكتشف شنو هو المسرح التونسي، المسرح العريق في تونس، هكا ولا؟ صحيح، فما كاتب كبير اسمه أنطوان أرتو اللي هو معناها فتحها من الناحية النظرية أبواب كبيرة في المجال الفن المسرحي، يقول اللي المسرح هو الحياة ذاتها. يعني ممارسة المسرح توريك، تعطيك البصيرة وتخليك تعدل وتفهم
ما بين الـ 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 يعني الباطل والحق كأفضل شيء، اللي هو تعرف خيط ما بيناتهم جويد برشا أحيانا يحير الإنسان باش يميز ما بين الحقيقة والوهم، ما بين الباطل والحق كما توا نعيشوا فيه الشيء هذا. فمعناها نسعى بكل ما أتينا من قوة باش نعليه من مسألة الممارسة المسرحية اللي هي نعرفه اللي وعاليها الزعيم الحبيب بورقيبة في وقت ما، وقام بخطاب كبير في مخص الفن المسرحي في 1962 لأنه مارس المسرح ويعرف أهميته وأهمية ممارسته في المدارس وفي حتى في المنازل يعني. وهذا ساهم في توعية المجتمع بشكل كبير. تو الحمد لله تو نعيشوا في نقطة وفي وقت مهم جدا. الأولياء واللي صغارهم معناها أصبح مؤكد المسألة أنهم يلزمهم يمارسوا المسرح والفن المسرحي كما الموسيقى من الصغر. أنا مدير مركز فنون درامية ونعرف الطلبات اللي قاعدة تجيني من ولاية كاملة بشكل كبير، وهذا الوعي هو تو اللي يخلينا نشوفوا يعني أكثر رؤية أكثر واضحة لصغارنا. خطر حتى اللي نعرفه اللي فما عزوف على الدراسة بالنسبة أحيانا للشباب وكذا، المسرح قاعد يعوض توا حاليا في المسألة هذه. يجيونا برشا معناها عاصفين على الدراسة يلقاو توازنهم في المسرح بشكل كبير يخليهم يعاودوا يرجعوا يقراوا. أعطيني مسرحا أعطيك شعبا عظيما. ود العزوزية وما أدراك من الفن اللي تقدم فيه؟ هو خليط ما بين الماضي والحاضر. فما خدمة كبيرة معناها أنت تقدم فيها وتعمل فيها، معناها فما ريشيرش كبيرة في الموروث نتاعنا الثقافي. اي الحضره توا قاعده تلقى في رواج كبير، وما شاء الله معناها كي تمشي تشوف معناها الاعمار اللي قاعده تجي للمسارح باش تحضر معناها الحضره. اكل الطابع التونسي نتاع اللبسه العربي والجبه والشاشيه والخدمه الحضره، خاطر هي قبل خدمه عام 90 معناها العرض الكبير اللي صار معناها مع سمير العقربي وفاضل الجزيري، حاجه معناها شي دوفر معناها. وجيت توا بعدها زياره معناها كل بارك الله ما شاء الله، كل واحد يخدم الطابعه نتاعو معناها. الحضره قاعده معناها محافظه على الهويه نتاعها، محافظه على النسق اللي ديما تصاعدي في الحضره. وتشوف الاعمار اللي تجي للحضره معناها 18 و20 و25 نفس الاعمار اللي تحضر زادها معناها العروض الاخرى مختلفه. معناها الحضره قاعده محافظه. تلقاوها كان في تونس يظهر الحضره هكا ولا فريق الفنون الصوفيه معناها بطبع طرق معنا. اي فوالا طرق الصوفيه عندها طابع خاص في تونس، فوالا موجوده في برشا بلدان عربيه، لكن احنا عندنا طابع خاص، عندنا طابع مسموع على الاخر. قاعدين حافظوا على التراث هذا، عاملين معناها مجهود. والله نقول لك معناها يلزم من كل واحد من 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 منطلق معناها جهته معناها. خاطر تو انت تشوف الموجوده العزوزيه نسبه الولي صالح سيد علي عزوز، القادريه، العيساويه، كل واحد يلزم معناها بيبينير تصير معناها. يلزم فما ناس صغار طالعين اصوات معناها في العزف كل شيء معناها، هذوكم لازمك تستقطبهم وتخوى كيما انا خذيت الروليف على والدي الله يرحمه، كيما الناس اللي قبل خذيت كيف احنا لازمنا احنا نتواصل، احنا لازمنا نجيبوا ناس مغرومه وباش تطلع جيل جديد معناها في الحضره. وقاعده ماشيه الحكايه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. سفيان انت خليط. أيه. انت خليط، انت بدينا هكايا جاز وجيتارة وهبله اخرى وجو اخر استاذ، لكن اي بعد لقينا الفن موجود، الفنون كل بديت تاخذ منها بشويه بشويه وتوظف فيها، فما خدمه كبيره قاعد تخدم فيها. ورغم كل الإحباطات وكل العراقيل سفيان يضرب بالبنية باش يكمل ويوصل صوته بطريقة أو بأخرى من خلال عروض فنية ولا حاجات تخدم فيهم وحدك معناها. هو راهو الدومين هذايا أبار أنه ميتي واحتراف وغرام بالأساس، معناتها أي إنسان قادم على المهنة هذايا يعرف اللي ماهيش مهنة وردية، ميتي كوم تو لي زوتر ميتي، أنك تعرف معناتها كيما نقولوا باش تعمل كارير نتاع 30 سنه ولا باش تعمل كارير نتاع 35 سنه بعد تخرج للتقاعد مع كل احتراماتي لكل المهن. هذا ميتي ما فيش يعمر، معناتها تتولد فنان وتموت فنان. صحيح. كل الفنانين معناتها كان تقول له شنو هي حلمتك يقول لك نموت على المسرح، معناتها باش تعرف صحيح القيمه نتاع الميتي هذايا باغابوغ لحياه بشر. سي با ميتي اللي تنجم تعيش فيه كيما الناس، سي تري ديفيسيل انك تعمل عائله وانك تكون فنان، يلزمك فريمون
تضحية كبيرة ياسر باش نجم توفق ما بين الناس هذوما الموندو اللي اللي داير بيك، وبوتيتر إذا عندك باش ترضي الناس كل تكون أنت التعب، أنت الارتيست اللي معناتها التعب يجي عليك أنت. دونك هذا، لكن مالغري تو سا فما فرحة وقتاش تشوفها، وقت اللي تخرج للشارع، وقت اللي في أقرب الناس ليك المحيط بيك جيرانك عائلتك ولاد التلفزة اليوم، وقت اللي تدخل اليوم من الباب حتى تكشي اللي تكنيسيان، معناتها تحس علاقة أخرى، معناتها احترام محبة، هذاك بوتيتر يصنع الفرحة اللي يعيشها الارتيست في العالم هذايا. دونك مالغري انه نعرفوا معناتها لا فما شركات انتاج، لا فما مستشارين داعمين للفن، لكن مالغري توسا مع شوية اللي تعاون به الدولة نحاولوا نقفوا على ساقينا، ونحاولوا انه نخرجوا من المحلية ونتعداو للكوتي اخر من المتوسط، ولا نوصلوا حتى العالمية. دونك السنة بعد الفترة نتاع كوفيد نقربوا للتوانسة اللي يعيشوا في أوروبا، ولا اللي يعيشوا في الدول العربية من خلال بعض الحفلات. محمد كيف كيف والعزوزية زادة كانوا من أهم السفراء لهالموروث الصوفي اللي قدموا فيه بطريقة جميلة برشا، وماش صعيبة، معناتها تخلي كل حد وقت اللي يدخل لسبكتاكل يروح فرحان ويلوج وقتاش باش يعاود يقص التذكرة نتاعو. اي جديد سفيان شنو؟ جديد سفيان اهل الخير. هو انتاج جديد انا حبيت نحل به، اما شيء بالنسبه لي انا مهم برشا هو السوق الليبية. اللي هي قريبتنا، واللي هي كان نحطوا اليد في اليد مع السوق الليبية والجزيرية والمغربية، تنخلقوا بلاتفورم كبيرة ياسر نتاع نحكيوا على اليوم على الديجيتال. اليوم الغناية معناتها من غير سبونسورينغ في يون سمان عملت 250 ألف 280 ألف، معناتها هذا مهم برشا. انت اليوم علاش ديما نقارنوا رواحنا بالفنانين المسار والمساروة، نومبر دو بوبولاسيون كبير برشا، معناتها ما تنجمش تقارن شعب تونسي 12 مليون بمصر اللي فيها أكثر من 100 مليون، فهمت؟ هيك علاش نشوفوا نحن الفنانين نتاعهم معناتها يعمل حتى صباح الخير نومبر دو فيو كبيرة ياسر. اليوم كان نخمو كيفاش نحيو هالحدود الوهمية ما بين الدول المغاربية تونس مغرب الجزائر موريتانيا، تو تشوف قديش تحل علينا سوق كبيرة، بقدرة ربي الأمور باش تركح في ليبيا وباش ترجع حركة ثقافية وتبارك الله، أو تحلت الحدود مع الأخت الكبيرة الجزائر باش ترجع حركة ثقافية كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله نختم معاك معز، إن شاء الله فما جيت في مركز الفنون إن شاء الله بالطبيعة. هو فما جديد كل عام سنة إن شاء الله، يعني عنا إحنا البرنامج اللي بعثناه من سنة 2022 يتم إن شاء الله على مستوى الإنتاج، فما إنتاج مسرحية جديدة يعني عنوانها الدم الفاسد، إن شاء الله باش نحيو بها الدم الفاسد. آمين يا رب. هي عن يعني جوست لا فان دو موند نتاع جون لوك لاغارز، نص عالمي معروف. ثم كذلك عنا في مجال التكوين يعني في ماستر كلاس في الفن السينوغرافيا، في فن الرقص المسرحي، وبالطبيعة فن التمثيل على مستوى. قمنا سنة بتظاهرات، نذكر تظاهرة دريم هاوس اللي تم عروض فنية في المباني القديمة في مدينة رادس وفي الساحات القديمة، وإن شاء الله عنا مشروع نخدموا عليه اللي هو مشروع يوميات أوتينا بالموقع الأثري بأذنا، إن شاء الله ربي يوفقنا. يا عايشك، بعد إذنكم خلينا نمشيوا لندوة صحفية الآن. شكرا لكم على وجودكم معنا، يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. نمشيوا مباشرة لقسم المؤتمرات.